الشعب يريد رحيل العاهرة، هذا هو الشعار المرفوع في مدخل مدينة تيشي الساحلية. قبل أيام انتفض العشرات من الشباب وأقدموا على تحطيم واجهات عدد من الفنادق والملاهي الليلية، متهمين أصحابها بالترويج للدعارة. محمد حدادي أحد شباب مدينة تيشي الذين قرروا محاربة أقدم مهنة في التاريخ. الأكثر متضررات بهذا النساء بلديات تاع تيشي اللي ما عندهاش الحق تمشي في الطريق، باسكو الناس هادو اللي يجي براني اللي يقصدوا هذا الشيء هذا ما يفرقوش بين هاد العاهرات والنساء تاعنا. السلطات المحلية تعترف أيضا بأن الظاهرة أصبحت مقلقة وأن مطالب السكان تبقى مشروعة. للأسف قبل أيام تم تنظيم مسيرة وتجمع، ولكن الأمور انحرفت وتحولت إلى صدامات، حيث أقدم مواطنون على تحطيم واجهات الفنادق ورشقها بالحجارة. الهدوء عاد إلى المدينة، وحسب ما قيل لنا فإن بائعات الهوى غادرنا المدينة. سكنت هنا معظمهم سكنات ثانوية، الملاك تاعهم ناس يجيو غير يقصدوها غير في الصيف للعطلة الصيفية، في باقي السنة تولي هذه أوكار للدعارة عن طريق الوكالات العقارية. مسؤولو الوكالات العقارية المتهمة رفضوا الحديث إلينا. أحد الذين وافقوا على الكلام حمل المسؤولية لأشخاص يمارسون هذه المهنة دون ترخيص. المشكل هو ليس فقط في الوكالات العقارية، هناك بعض الأشخاص من في الفنادق اللي راهم يخدموا بطريقة غير شرعية، مثل الملاهي الليلية وغير ذلك من طرقات. أغلبية أصحاب الفنادق التي استهدفها الشباب الغاضب رفضوا الحديث أمام الكاميرا باستثناء حسين علواج. لماذا جاءوا للاعتداء علي؟ لماذا أرادوا حرق وتدمير ممتلكاتي؟ ما الدافع؟ باسم من ولماذا سمح هؤلاء لأنفسهم بذلك؟ هناك قانون في البلد، ولو كنت قد ارتكبت تجاوزات فليطبق علي القانون. من الصعب تحديد المسؤوليات في مثل هذه القضايا، فكل طرف يرمي بالكرة في ملعب الطرف الآخر. والأكيد في الأمر أن ما سمي بانتفاضة الشرف في مدينة تيشي لا تزال في بدايتها، وهي مرشحة لأن تعرف تطورات أخرى.